السلام عليكم بناتي خياتي، كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه سهله مهله وبجميع الاسرار تاعها وبلا بيض. كما راكم تشوفوا المعقوده تاع الناس الغرب اللي معروفه بزاف المحلات تاعهم يخدموها بلا بيض وتجاريه، تجي ما شاء الله خفيفه بنينه روعه روعه روعه. كما قلت لكم بلا بيض، تحبيتوا المقادير وحبيتوا الوصفه تاعها جد بسيطه، تبعوني المطبخ ديالي راح نعطيكم جميع الاسرار تاعها وسهله وحتوجديها على الوقفه. السلام عليكم بناتي خياتي، كما راكم تشوفوا مادام درت حريره اكسبريس قلت نرافقها مع المعقوده بدون بيض، تجي هايله تجي ما شاء الله. كما تعرفوا الناس الغرب تحياتي الناس الغرب كامل، عندي هذه الوصفه تاع المعقوده سهله مهله وما فيها لا مقادير بزاف لا بيض لا والو. ان شاء الله دوك تشوفوها. كما راكم تشوفوا هنا نبداو على بركه الله بسم الله. هنا عندي شي حبات تاع بيض غليتهم كما راكم تشوفوا اللون تاعو راهو صفر باسكو درت شويه تاع كركم والملح، ودرت كي طابت لي عبصها هكذاك هي سخونه. بعد ما عبصتها درت لها هاد لي بوان هادو نوار، هذا فلفل الكحل فوالا، درت لها فلفل الكحل وحبه فرماج. حبيتي ديري فرماج تولي اختيار ليك. دوك هنا واش راح نزيد لها، انا كي دقت البطاطا جاتني شويه مسوسه، هنا راح ندير لها الثوم تاع غبره راس الحانوت وفلفل الكحل، حنزيد شويه والملح فوالا. ما عنديش المعدنوس، تحب المعدنوس فوالا. عندي هنايا الحار كيما راكم تشوفوا مقطع شويه، اللي يحب الحار يحب يكثر يحب ما يديروش، زيتون خضر زيتون كحل. وهنايا عندنا السكري تاعها هي مغرفه كبيره تاع النشا فوالا. دوك نخلط هادو كامل هكذايا، حبيت تحطها في بلون ترافاي حطيها، ما حديريها تبرد ما تخليها تنشف ما والو، هكذا مباشره حنخدموها ونقلوها ان شاء الله. فوالا حنديرو نديرها في بلون ترافاي كيما راكو تشوفو، نزيد شويه تاع فارينة نحطها الدرجة، مكانش اسهل من هاد المعقودة. نطمها هكا نسيت ما قلت لكمش نزيد لها شويه تاع كركم. هكذا كيما راكم تشوفوا نشكلوا مباشره الكويرات تاعنا والحجم اللي حبيتوه نتوما. بعد ما زدت لهم الكركم كيما شفتوا هنا بديت نفخصوني هكذا كيما راكم تشوفوا نشكل الكويرات الحجم اللي حبيته كبار صغار. انا نديرها هكذايا، هذه المشهوره في وهرم يديروها بلا بيض معروفه في انستغرام من تحياتي ليهم. هي المعقوده تاع المطاعم هاهما ياكلوها معروفه بلا بيض. فوالا نديرو المعقوده تاعنا هكذا طيب في مقله سخونه، كملاحظة تاني بالك وديروها على نار متوسطة ولا نار قليلة، لازم ديروا لها هذا لو فو الكبير كاعيتي وتشعلوه نورمال باسكو علاه رانا كلش طايب ما فيها لا بيض لا والو، حوسوا غير التحميرة تاعها. فوالا شوفوا ما تتحل ما والو، كيما قلت لكم هذه مشهورة عند الناس الغرب، هذه لم يخدموا بها المحلات تاعهم. شوفوا ما تشرب الزيت ما والو وما تتحلش، معقوده ناجحه مليار بالمئه ولا كيما حبيتو. هانا تجي هايله تجي بنينه.
فوالا هاك تشوف ها هي واحد الريحه تقول لي راه محمر في الدجاج. لا ما شاء الله الريحه، شوفوا تسنحى فاس ها كلش قدامكم، والزيت ما تشربش. شوفوا زوج حبات تاع بطاطا قطرنا ما شاء الله. فوالا هادي ما في رمضان راح تسلكت. ايوا على المعقوده تاعنا راهي في صحن التقديم، جات ما شاء الله جات روعه، شبحتها هكذا باين تخونش تاع القارص كما راكو تشوفوا. هذه هي تحياتي للناس الغرب، ان شاء الله وفيت وكفيت هذه الوصفه وقدمتها بجميع الاسرار تاعها وكيفاش يحضروها اصحاب المحلات في الغرب. هذه هي بلا بيض وتوجديها على وقفه. شوفوا القرمشه تاعها تجي ما شاء الله. شوفوا نحلكم حبه، سمعتوا لا كروسيون تاعها، تجي روعه روعه، تجي خفارها، تجي هايله. والبنة ما عندي ما نقولكم، تجربوها من قبل رمضان وتردونا بالخبر وتدعونا بدعاوي الخير ان شاء الله، ودائما قبلها الله يجعلها صدقه على مامتي ربي يرحمها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.